نبدأ معك هذه الجولة من الجريدة ومنها نقرأ الحرية والتغيير ترفض قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي وتتهمه بشرعة الانقلاب. أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها التام لقرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي التي من ضمنها إجراء انتخابات خلال عام، وقالت إنه يمنح الشرعية للانقلاب العسكري. وعقد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في 25 يناير الفائت اجتماعا عن تطورات الأوضاع في السودان، دعا فيه لاتخاذ إجراءات تنهي الأزمة في البلاد. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها ترفض البيان الصادر عن مجلس الأمن والسلم الإفريقي ولا ترحب بأي إجراءات مترتبة عليه، وستكون الكلمة الأخيرة للشعب السوداني. وأدان البيان ما وصفها بمحاولات مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمنح الشرعية لانقلاب عسكري وفرض رؤاه على شعب حر. وقال إن مطالبة مجلس الأمن والسلم إجراء انتخابات في ظرف عام يشكل تدخلا في غير مسبوق وغير حميد في الشأن السوداني بصورة مباشرة. طيب، يعني هذا حديث الحرية والتغيير عن أنها ترفض قرارات ومطالب مجلس السلم والأمن الإفريقي، كيف تقرأ هذه الخطوة يعني؟ طيب، هو الغريب جدا طبعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي هو واحد من أجهزة الاتحاد الأفريقي، وهو ليس معني بالدخول في طرح أي مبادرات، إنما المعني مباشرة هو الاتحاد الأفريقي نفسه عبر مفوضية الاتحاد الأفريقي التي يرأسها موسى فكي. وأعتقد إنه الاتحاد الأفريقي قد أبدى يعني نيته في الخوض في الأزمة السودانية بمحاولة تقديم مبادرة لحلحلة هذه الأزمة. لكن مجلس السلم والأمن الأفريقي عقد اجتماع في خواتيم يناير الماضي يوم 25 يناير وخرج بهذا التصريح. أعتقد أنه لم يكن تصريحا موفقا بالمرة، وهنالك فقرة تشير إلى أن هذا المجلس، مجلس السلم والأمن الأفريقي، غير ملم بدقائق الأزمة السودانية الحالية، حين اقترح وأشار وحدد إجراء انتخابات خلال عام. يعني هذا أمر غريب جدا، يعني أن يحدد إجراء انتخابات خلال عام، وهذا يكشف أنه غير مطلع على دقائق هذه الأزمة ومجرياتها ويومياتها. فمن المستحيل جدا يعني الحديث عن إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف. أولا، دعنا من كل شيء من الانقلاب ومترتباته وما جر إليه البلاد، ودعك من حتى هذه عمليات القتل التي يعني ما زالت مستمرة وبلغ عدد الشهداء 79 شهيدا، كل ذلك دعنا ندعه جانبا لمصلحة مناقشة هذا الكلام الذي يعني الغريب الذي يعني خرج من مجلس السلم والأمن الأفريقي. الانتخابات أولا تحتاج إلى قانون، ليس هنالك قانون، تحتاج إلى إحصاء سكاني، لم يجري هذا الإحصاء السكاني حتى الآن، تحتاج إلى قيام مفوضية الانتخابات وهذه لم تقم حتى الآن، يحتاج الانتخابات تجرى بمن؟ تجرى بالأحزاب السياسية، والآن هذه الأحزاب السياسية هي كلها جميعا فيما عدا قلة تعارض الأوضاع المفروض، أوضاع الأمر الواقع الآن المفروض بواسطة الانقلاب. فكيف تجرى انتخابات؟ يعني هذا حديث غريب جدا. ولكن حتى مجلس السلم والأمن الأفريقي لم يسمي ما جرى في 25 أكتوبر بانقلاب. نعم، أنا في البداية ما قلت لك فنغض الطرف عن كل ذلك، وهذه لذلك يدعو هو لم يسميه نعم انقلاباً. هو لم يسميه انقلابا، لذلك دعا للانتخابات، رغم إنه هو لم يسميه انقلابا، لكن لا يمكن أن يحدد فترة زمنية في ظل كل هذه المعطيات غير الموجودة. يعني لم تقوم انتخابات بغير هذه المعطيات والاستحقاقات والمطلوبات، فكيف له يحدد ذلك؟ هذا شأن يخص الشعب السوداني نفسه. ثم أنه فعلا أنت كما ذكرت أنه يعني لم يعتبر ما جرى في 25 أكتوبر انقلاب، رغم أنه الاتحاد الأفريقي نفسه معلوم مواقف الاتحاد الأفريقي نفسه، الاتحاد الأفريقي وليس هذا الجهاز التابع للاتحاد الأفريقي، موقف واضح جدا من الانقلابات العسكرية التي تعاني منها القارة الأفريقية. فأعتقد أنه هذه واحدة. هو أيضا تغاضى النظر تماما ولم يأتي على ذكر عمليات القتل والبطش التي تمت حتى الآن، لم يشر إليها ولم يدينها. كل هذا يعني يوضح بشكل صريح تحامل هذا المجلس
بشكل واضح جدا وانحيازه الى العساكر بشكل واضح جدا. ولهذا يعني يبقى ان يعني اي تدخل منه يعتبر يعني منحاز ولا يجوز ان يتم التعامل معه. من الذي يدعم هذا التدخل بحسب ما ذكرت؟ يعني التدخل في الشؤون السياسية والدعوة للانتخابات، وبحسب ما ذكرت عدم الدراية بالأزمة السودانية، ما الذي يدعم تدخل مجلس السلم والأمن الأفريقي، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي يعني شاهدنا اليوم في صحيفة سيتيزن اليوغندية تحدث عن ضرورة إيجاد حل الأزمة السودانية في الوقت الذي يمثل فيه القمع العريف للاحتجاجات بجانب الانشقاقات بين الجماعات المدنية أهم العوائق أمام أي عملية سياسية؟ نعم صحيح. أول حاجة، مجلس السلم والأمن الأفريقي طبعا من حقه باعتباره هو أحد أجهزة الاتحاد الأفريقي مناقشة الأزمات والقضايا الأمنية في القارة الأفريقية، يعني هذا من حقه، يمكن أن يعقد اجتماع لمناقشة مثل هذه القضايا. لكن المعيب فيما خرج به عند تعرضه للأزمة السودانية بالمفردات التي خرج بها بيانه الذي قرأته أنت وطالعته قبل قليل، أعتقد أنه صحيح أن هنالك جانب مهم جدا في هذه المسألة وأشرت إليه أنت الآن فيما ذكرته صحيفة سيتيزن اليوغندية في مسألة التشظيات الحادثة في أوساط القوى السياسية. أعتقد أن هذه مسألة مؤسفة جدا، وهي واحدة من العوامل التي تؤخر الوصول إلى معالجة وحل هذه الأزمة والانتهاء من الانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي والمدني. طيب، يعني هل بالفعل مجلس السلم شرعا للانقلاب بحسب ما ذكرت الحرية والتغيير؟ يعني هل هذا الوصف أدق وسليم؟ ما تأثر ذلك في أي وساطة مستقبلية؟ يعني نعم صحيح، واضح جدا أنه يعني هو لم يسمي ما جرى انقلاب، ولم يدن حتى هذا الانقلاب، ولم يدن عمليات القتل الكثيفة التي يعني ما تزال تجري، وأبدى يعني اعترافه بحكومة الحكومة التي كلفها الانقلابيون، رغم أنه حتى الانقلابيين أنفسهم لم يعتبروا أنها حكومة رسمية قائمة، بل اعتبروها حكومة مكلفة. ولو تذكر حتى في أحد الأخبار التي طالعتها وأنا سمعت إليها اليوم، مدير برنامج سمرات معتصم أحمد صالح ذكر أنه يعني لا توجد حكومة، ولهذا واحدة من الأسباب التي عطلت برنامج سمرات أنه ليس هنالك حكومة. صحيح. فكيف إذا كان الانقلابين أنفسهم يعتبرون أن القائمة الآن هو حكومة تكليف وليست حكومة يعني شرعية، كيف يعترف بها جسم آخر يعني غير السودانيين؟ هذا أمر غريب يعني. طيب، في هذا الأمر الغريب يعني هنالك حديث كثير يدور حول الحرية والتغيير بأنها فشلت حتى اللحظة في إقامة جبهة عريضة لمناهضة الانقلاب، ألا يعرقل ذلك يعني الوصول إلى حل الأزمة الحالية والعودة للمسار الديمقراطي؟ وهناك حديث عن وساطات إفريقية ربما ترى في المكون المدني لعديد من الأحزاب والكيانات السياسية بأنها منشقة، وبيانات مضادة واتهامات مضادة. حقيقة هذا أمر مؤسف جدا حقيقة، ما ذكرته ما أشرت إليه هو عين الحقيقة، وهو الذي عمليا يحدث الآن على الأرض وسط هذه القوى السياسية المختلفة، والتي تجمع جميعها يعني الغريب أنها جميعها تجمع على هزيمة الانقلاب وإنهاء الانقلاب وإعادة الأوضاع إلى المسار الديمقراطي والمدني وتكوين حكومة مدنية خالصة. هذا هدف مجمع عليه، ولكن لتحقيق هذا الهدف للأسف الشديد يعني لم تتم الوحدة. هذا الهدف يحتاج إلى توحد كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب، القوى السياسية التي ترغب في إرساء نظام ديمقراطي ومدني كامل، لابد لها كما حدث في الحراك الثوري في حراك ثورة ديسمبر، يعني كانت هنالك وحدة كبيرة جدا حتى وصفت بأنها أكبر تحالف في تاريخ السودان. هذه الوحدة ضرورية جدا، لكن للأسف الشديد حتى الآن يعني فشلت هذه القوة فشلا واضحا وكبيرا، بل في أن تجمع صفوفها
وتأتلف تحت راية واحدة جميعها كقوة ديمقراطية تنشد الحكم الديمقراطي المدني، وتبدأ مجهودها على قلب رجل واحد لإنهاء هذا الانقلاب وإرساء عملية التحول المدني الديمقراطي. طيب يعني هنا ربما يسأل آخر، كيف لها وهي فشلت في تكوين جبهة عريضة يعني مكافحة أو للتصدي للانقلاب، كيف لها أن تدين أو تتعامل مع قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، هي في ذات نفسها منشقة وتفشل في ذلك؟ نعم نعم، كما أنت كما أشرت بحسب الخبر الذي طالعته أن ائتلاف قوى الحرية التغيير هو الذي يعني عبر عن رد فعله تجاه ما خرج به مجلس السلم والأمن الأفريقي. هذا 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 جانب، هنالك أطراف أخرى أيضا، لكن أعتقد أنها بذات الأمر سترفض ما خرج به الاتحاد الأفريقي. فهذه هي المعضلة الكبيرة والمشكلة الكبيرة. نعم صحيح أنهم الآن يعني وسط هذه الانقسامات كل يدلي برأيه بشكل منفرد سواء كان من هذه الجهة أو تلك، وهذا صحيح أنه يعني يبقى بلا معنى مثل هذه الإدانات أو ردود الأفعال الرافضة لبعض التصريحات التي تخرج من هنا وهناك، لن يكون لها يعني صدى أو معنى في ظل هذا التشرذم وهذا التفرق الحاد.